السلام عليكم اخواتي، جيتكم بفيديو جديد. اخواتي هالمنطقة بحب صور فيها كتير. هالمنطقة عن جد انه اجمل منطقة بالنرويج، اجمل منطقة واجمل محل انا برتاح فيه هي هالمنطقة هيدي. شوفوا لي الجمال، شي ولا اروع ولا اجمل من هيك. شوف شوفوا النرويج، شوفوا الثلج على الجبال الخريف، شي ولا اجمل هيك. شوفوا الضباب، شوفوا جمال الشمس، شوفوا شلون عاكس. شايفها مرتين انا، هذيك مره هونيك وهي مره، يعني شايف الشمس يعني فهمتوا شو بقصد اكيد، انه عاكس الشمس، انه منظر ولا اجمل من هيك اخواتي، يعني بدون مجامله بدون مبالغه اجمل من هيك منظر فيه، واجمل من هيك مكان فيه. اللي عنده اجمل من هيك مكان يكتب لي اسمه بالتعليقات لحتى اكتب اسمه وشوفه. انها الراحه النفسي، انها النرويج، انها قمه الجمال، جمال الطبيعه وجمال المناخ. النرويج بقولكم يعني بيجي 8 اشهر بس ثلج وبرد وثلج وبرد وهيك، بس خريفة وصيفة غير. صيفة من أجمل المناظر بتشوف فيه، وخريفة أجمل وأجمل وأجمل. يعني السماء صيف صافي تمام، والشمس والضباب والبحر والشمس عكسي، إنه شيء ولا أجمل من هيك. شوفوا لي على هالمنظر هيك مع البردات هودي، شوفوا على المنظر، شوفوا هو الوردات أو هاي الوردة الجميلة. عن جد يعني اللسان بيعجز عن وصف هيك مناظر. اخواتي لا تنسوا الاشتراك بالقناة والتعليق واللايك لكي استمر. صور صور وصور وصور، وتشكر كل شخص موجود معاي بالقناة. الله يسعد لي اياكم يا رب.